السلام عليكم ورحمة الله. طلاب، راح أكمل وياكم حل تمارين الوحدة السادسة، صفحة 828. أول ما تطلعوا لصفحة 128 بكتاب الأكتيفيتي بوك. طبعا هاي الصفحة بها أشياء جدا قليلة مهمة، بس المهمات راح أشر عليهن. أكو جمل خاصة بإف الشرطية. Conversation 1 المكتوبة فوق، المحادثة رقم 1. بانكر المصرفي، راح اترجم كامل اني، والجمله المهمه اشر جو اخر. Good morning، صباح الخير. Can I help you، هل استطيع مساعدتك، اقدر اساعدك. Customer الزبون، السطر الثاني الزبون ايش قال؟ قال yes I don't know what to do، لا اعرف ماذا افعل. I've lost my boarding او my handbag، sorry، لقد فقدت my handbag يعني حقيبتي، الحقيبة اليدوية. My wallet محفظتي، with all my money مع كل نقودي، and bank cards والبطاقات أو التذاكر. Bank cards تذاكر أو الهويات مع المصرف يعني. Was in it كانت فيها. السطر الثالث اللي هو البانكر، لأن هاي محادثة. Are you sure you've lost it، هل أنت متأكد بأنك فقدتها. Couldn't you have just left it at home؟ ألم تكن قد نسيتها أو تركتها في البيت؟ Customer الزبون قال له no، لا. I definitely، أنا بالتأكيد. Had it يعني امتلكتها، يعني كانت معي. When I was at the cafe، عندما كنت في المقهى. I was talking، كنت أتحدث. To my friend، إلى صديقي. طلاب هاي بس قراءة، يعني لحد الآن ما أجانا شيء مهم بيها حتى أقول لكم أشر جواب، بس مجرد ترجمة يعني. To my friend، مع صديقي. When we left، عندما غادرنا. And I think، وأعتقد. I left it on the table، تركتها على الطبل أو المنضدة. بانكر المصرفي. Did you go back to look for it، هل رجعت وبحثت عنها. كاستمر الزبون، هنا انتبهوا عليه، اكو جملة هنا تابعة الاف الشرطية راح تجين بهذا السطر اللي راح اقرأ. كاستمر الزبون. Yes it wasn't there، نعم لم تكن هناك. اشرو خط جوه الجملة اللي راح اقرأها هسه. If I hadn't been in such a hurry، If I hadn't been in such a hurry، معناها لو لم أكن مستعجل. If I hadn't been in such a hurry، معناها لو لم أكن مستعجل. I wouldn't have left it there، لما تركتها هناك. طلاب هاي حالة if الشرطية الثيرد كونديشنال، الحالة الشرطية الثالثة، لأن عندكم جملة فعل الشرط هات وتصريف ثالث للفعل بين، هذا فعل الشرط. جواب الشرط would، صح هي منفية بس إنه في ما يأثر هنا، المهم would وhave وتصريف ثالث للفعل left، أصله leave فصار تصريفه left. الجملة جواها مباشرة بانكر المصرفي قال له don't worry، لا تقلق. أكو هنا if، أشروا لي خط جوا هذا السطر كامل اللي يبدي من جملة، العفو من كلمة if. If we cancel، if we، من هنا يبدي الخط. If we cancel your cards، إذا نلغي. Cancel معناها نلغي، هاي كلمة مهمة ممكن تجينا في box، كلمة في فراغات. If we cancel your cards، إذا نلغي your cards معناها ال الهوية مالتك، يعني نلغيها نسقطها يعني قصده. Now الآن no one else، هذا جواب الشرط بدأ من بعد الكومة. No one else، لا أحد آخر. Will be able، سوف يكون قادر. To use them، بأن يستخدمها. إذا نلغي الهوية مالتك البطاقة مالتك ما حد راح يستخدمها. طلاب هاي first conditional، هاي الحالة الشرطية الأولى، لأنه فعل الشرط هنا if we cancel، إذا ترجعوا لها من البداية، فعل الشرط فاعل جمع الوي، وفعل مجرد cancel هذا مضارع بسيط، مضارع بسيط. جواب الشرط no one else،
No one else معناها لا أحد آخر، هذا فاعل. هنا will زائد مصدر مجرد be، إذن هاي first conditional. كلمة cancel مثل ما قلت لكم كلمة مهمة، ربما تجينا كلمة في فراغات. أكمل. Nuance يعني أخرى، هويات أخرى قصده. Will be sent سوف ترسل to you لك very soon قريبا. أنزل إلى conversation 2 يعني المحادثة رقم 2. ما بها شيء مهم، راح أقرأها مجرد قراءة. Customer الزبون. Do you take credit cards؟ هل تأخذ بطاقات ائتمان؟ credit cards معناها بطاقات ائتمان. Cashier يعني الصراف الموجود بالمصرف. إيش قال لي؟ قال لي I'm sorry، آسف. We don't، ليس لدينا. قال له ما عندنا credit cards. قال له عندكم credit cards بطاقات ائتمان؟ رد عليه الكاشر اللي هو الصراف، قال له I'm sorry we don't، آسف نحن لا نمتلك. customer الزبون. Can I pay by check؟ هل أستطيع pay طلاب معناها أدفع، مجرد ترجمة مثل ما قلت لكم ما بيها شيء مهم. Can I pay by check؟ هل أستطيع أن أدفع بواسطة الصك؟ رد علي الكاشير اللي هو الصراف. No, we only take cash. لا، نحن فقط take cash يعني نأخذ نقدا. Cash يعني نقد. Customer الزبون. I didn't know that. أنا لم أعرف ذلك. قال أنا ما أدري إنه أنتم بس تأخذون cash بس نقد. كاشير الصراف. قال look انظر. It's on the sign، إنها على العلامة، على اللافتة، يعني أكو قطعة. قال شوف هاي القطعة، شوف هاي اللافتة أو العلامة تدل على أنه إحنا نأخذ كاش فقط يعني نقدا. السطر الجوا أكو بي جملة إف الشرطية، انتبهوا عليه. customer الزبون. oh no، هنا تبدو لي مني الإف تجرون خط. شون أنا هسا محدد خط جوا الجملة اللي هي بادية من الإف؟ if I had طلاب، هنا دي مختصر مال هاد. طبعا بالمناسبة بالوزارة ما يجيب لكم مختصر، لا يجيبها كاملة، لأنه هاي الدي مرة اختصار للهاد ومرة اختصار للود، لازم يجيبها كاملة. شكلكم if I had none that، حتى أعرف أنه جملة الإف بها هاد وتصريف ثالث لأنه هو نان. هاد وتصريف ثالث فعل الشرط، هاي تمثل حالة الثيرد كونديشنال، الحالة الشرطية الثالثة. لازم جواب الشرط would have تصريف ثالث، فلهذا السبب إيش قال؟ قال I would have brought cash. would و have وتصريف ثالث للفعل brought، طبعا bring أصله يجلب صار brought. أترجمها هاي الجملة اللي أشرنا جواها خط. if I had none that، لو كنت أعرف ذلك أنه أنتم تأخذون فقط cash فقط نقدا، لو أنا كنت أعرف I would have brought cash لجلبت النقد. قصده أو ترجمتها تكون بهاي الطريقة. الجملة جواها كاشير اللي هو الصراف أيضا بها جملة إف الشرطية، انتبهوا عليها، راح أقراها وأقول لكم حددوا جواها خط. well حسنا if you went، طبعا واضحة من الطالب اللي يشوف هنا went فعل ماضي، يعني جملة الإف بها فعل ماضي، إذن هاي تمثل second conditional، الحالة الشرطية الثانية، لأنه الحالة الشرطية second الثانية بها فعل الشرط، جملة الإف ماضي بسيط يعني الفعل ماضي. من شفنا الوينت بجملة الإف يعني هاي second، يعني هذا ماضي بسيط. لازم جواب الشرط بي would أو could أو might زائد مصدر. أكملها، أعيدها من البداية. if you went to the bank in the next street، لو ذهبت إلى المصرف في الشارع المقابل أو الشارع الآتي اللي بعد شارعنا يعني قصده. you could، هنا could زائد مصدر طلاب، could زائد مصدر هذا جواب الشرط اللي بعد الكومة. you could get cash، لحصلت على نقد from the ATM من ماكينة الصراف الآلي. جواها مو مهمة بس راح أكمل قراءتها. customer الزبون قال thank you very much، شكرا جزيلا. conversation 3 المحادثة الثالثة ما بها شيء مهم بس راح أقراها. waiter، waiter معناها النادل يعني خادم المطعم، الخادم اللي يشتغل بالمطعم waiter معناها نادل، الخادم يعني مال المطعم.
قال I'm sorry sir، آسف سيدي. Your credit card، بطاقة الائتمان مالتك isn't working، لا تعمل، عاطلة. Customer، الزبون، إيش رد عليه؟ قال له Could you try it again، هل تستطيع أن تحاول بها ثانية؟ يعني قال أنا أعرف أنه تشتغل، ليش ما تشتغل؟ فتقدر تحاول بها ثانية، يعني يخاطب النادي الخادم مال المطعم. Please، رجاء. It worked yesterday، قال اشتغلت البارحة، البارحة أني مشتغل بها، يعني ساحب من عندها فلوس. Waiter، النادي الخادم مال المطعم، قال I'm sorry، آسف. It still isn't working، لا تزال لا تعمل. قال له يعني جربها مرة ثانية، وقال له ما تشتغل. Sometimes، أحيانا. If you put in the wrong number، إذا تضعها in the wrong number، يعني في الرقم الخاطئ، يعني إذا تجرب رقم خاطئ several times، عدة أوقات، it gets blocked، تغلق، يعني تغلق الهوية أو الكارت مالتك. طلاب، هذا جملة if، إذا تلاحظون بالسطر اللي قريته أني if you put، إذا تلاحظون أشر جواها خط بابا، هاي طلاب تدل على if الشرطية، يعني جملة if الشرطية. if you put، مضارع بسيط. if you put in the wrong number، إذا وضعت الرقم الخاطئ several times، عدة مرات، إذا جربت رقم خطأ عدة مرات حتى تفتح الشفرة مال الكارت، يقول it gets blocked، تغلق. هذا هم مضارع بسيط، جواب الشرطي، يعني هاي zero conditional، هاي الشرطية الصفرية. or you may have reached، أو ربما تصل، reached معناها تصل، your credit limit، يعني تحديد البطاقة، يعني بعد ما من حقك تستخدمها. would you like to pay، هل تفضل أن، pay معناها تدفع، buy check بواسطة الصك، instead بدلا عن ذلك. customer، الزبون، قال لي yes that's a good idea، نعم إنها فكرة جيدة. 129 طلاب، 129 اللي هي conversation number 4، المحادثة الرابعة. customer يعني الزبون، good morning، صباح الخير. can you help me، هل تستطيع مساعدتي، تقدر تساعدني. my bank card، بطاقة المصرف، didn't come out، لم تخرج، of the ATM، من ماكينة الصراف الآلي أو الجهاز. زين، بانكر، المصرفي، إيش قال؟ قال of course، بالطبع، إيه طبعا أقدر أساعدك. can you give me، هاي مجرد قراءة طلاب لحد الآن ما بيها شيء مهم، هاي المحادثة الرابعة. can you give me، هل تستطيع أن تعطيني your account number، رقم الحساب مالتك. I'll check your account، سوف أتحقق، check أتحقق your account من حسابه. customer، الزبون، yes it's، قرأ لهذا الرقم 9267 وإلى آخره. does this mean، هل هذا يعني، there is no money، لا توجد نقود، in my account، في حسابي. banker، المصرفي، هاي الجملة اللي راح أقرأها if الشرطية، تبدي من بعد النو إذا تلاحظون. if there was no money، طلاب اتأشرون لخط من جوا if، أنا مأشرة قدامكم هنا. if there was no money، جملة الاف بيها was، والwas ماضي بسيط، يعني هاي second conditional، لازم جواب الشرط would أو could أو might زائد مصدر. هواي مرت عليكم حالة second conditional، أكثر حالة تكررت طبعا هي. if there was no money، أترجمها بعد ما عرفناها second conditional. if there was no money in your account، إذا لا توجد نقود في حسابك، the machine، الآلة، would still give you، تعطيك your card back، أو تسترجع الكارد، يعني الكارد، البطاقة أو الهوية مالتك، إذا ما بيها نقود تسترجعها، يسترجعها الجهاز، ما تبقى بالجهاز. I see the problem، أنا أعرف المشكلة أو أرى المشكلة. your card، بطاقتك has expired، انتهت صلاحيتها. أشروا لي خط جوا كلمة expired، ربما تجينا كلمة في بوكس، في فراغات أو في صندوق. customer، it has. banker، المصرفي، yes today is April 5th أو 5، اليوم هو 5 أبريل، 5 نيسان. and your card، وبطاقتك،
was valid. valid خلوه لي جواها خط اللاب معناها صالحة كلمة في فراغة. until April حتى 4 حتى الرابع من شهر نيسان. we sent الباقي ما بيشي بس هقرأ. we sent you أرسلنا لك a new card 2 weeks ago. هوية جديدة أو بطاقة جديدة قبل أسبوعين. customer الزبون. I never received it أنا أبدا لم أستلمها. banker المصرفي. we will cancel هاي الدبل ال اختصار مال will. we will cancel that one سوف نلغي تلك البطاقة القديمة يعني قصده. and send you ونرسل لك a new one واحدة جديدة. you should receive it ستستلمها in 3 or 4 days في 3 أو 4 أيام.